مساءكم خير. قمة المناخ المزمع أنها تقام في مصر من 6 إلى 18 نوفمبر، في مشاركات طويلة ومشاركات بمستويات مختلفة. يمكن بعضنا يقول أن دي قادة العالم بيتكلموا في قضايا هي حقيقي خطيرة جدا تخص العالم، ودول قادة وصناع القرار. لكن الحقيقة أنه هتفضل المباحثات دي ناقصها ذراع يخليها توصل للناس، ويخلي الكلام اللي يبدو بالنسبة لنا كبير ومعقد يبقى بسيط ومفهوم. وأعتقد أنه الفن هو صاحب الدور الأكبر في المنظومة دي. هيوصل لنا المخرجات بتاعة المؤتمر عن طريق أعمال فنية، عن طريق محاولات إزاي هندمج الرؤية العالمية لمواجهة التغيرات المناخية في صورة فن وأعمال. عشان كده النهاردة تشجعنا جدا أننا نقابل شيرين بدر، المدير التنفيذي لمؤسسة الفن من أجل التنمية. شيرين، أولا مساء الخير. مساء النور. هاي دي نازل ويمكن الواحد يبقى الأول، بصي شايفة ألواننا حلوة ازاي مع بعض، لازم تكتشفي إن احنا عاملين فن حلو جدا يعني من غير ما نقصد بالصدفة. أنتم مشاركين في قمة المناخ، وكانت مفاجأة بالنسبة لي أن يعرف أنه في معارض فن تشكيلي على هامش القمة. الحكاية دي بتحصل إزاي؟ إيه دورك؟ هو إحنا عندنا إيمان أصلاً الأرت قادر على تغيير العالم، يعني ده إيماننا. فهو بالعكس الأرت يعني هو جزء وشريك في يعني هو بيحل المشكلة. فإحنا بنعتبر نفسنا شركاء، شركاء مهمين في المجتمع. فمن خلال الفن ومن خلال مبادرات كتيرة جداً إحنا مشاركين فيها بقى بنشارك في المؤتمر. قولي لي اهم دور انت شايفه انه نبقى نجحنا لو حققناه، او رساله نبقى وصلناها من خلال المؤتمر. هو احنا بنقول ان احنا يعني من خلال الفن اللي بنقدمه طبعا بنقدم حلول، لان احنا مش بنقدم بس مجرد اللي هو فيزيكال ورك اللي هو الاعمال العاديه اللي هي زي لوحات ومنحوتات، لا بنقدم برضو اوجمانتد رياليتي، فيرتشوال رياليتي، افلام فيديو، فيديو ارت، بنقدم ده كل الرسائل اللي ممكن تكون بتخدم الهدف بالظبط. فبنقدم من خلال كل الحاجات دي افلام وثائقيه، فوتوغرافيا، فبنقدم من خلال الحاجات دي رسائل ان احنا رسائل ومعالجات وحلول للتغير المناخي، ازاي ان احنا نقدر نقدم من خلال الفن حلول للمشكله. طب يا شيرين، دايما يقولوا كده الفن التشكيلي صعب الفهم، صعب نفهمه، بسطتوها يعني ازاي للناس؟ دي بالعكس، دي ده الفن التشكيلي حتى دايما يقولوا ده لغه عالميه. يعني انت ممكن اكون انا مثلا بتكلم صيني وانت بتتكلمي عربي، بس هنقدر نفهم بعض من اللوحه، هتجمعنا. هل اسفه، هل الثقافه او بتساعد الواحد انه يقدر يقرا الفن افضل؟ انا مش عايزه كلام. طبعا مش عايزه كلام. هو حتى ليه الفن دوره مهم؟ ليه مهم؟ لان الفن بيخلي عند المواطن او الانسان وعي قدر معين من الثقافة والذوق. فطبعا انت ما بيبقى ده يعني بنرتقي بالانسان، بقى عندك وعي، عندك ثقافة، عندك ذوق، اكيد دي مش عايزة كلام. انت نفسك كانسان هترتقي. انت نفسك كانسانة هتبقي مش عايزة تلوثي بيئتك. انت نفسك هتحسي ان انت لا مش عايزة اشوه حاجة جميلة. بالظبط. لان انا عندي خلاص، انا اوريدي مزروع جوايا ذوق وفن وثقافة. اكيد اكيد مش هحب ان انا الوث بيئتي، او ان انا اكون بساهم في ان انا اخرب مثلا، او ان انا يبقى سبب في خراب البيئه من حواليا او الارض بشكل عام. دايما يقولوا الصوره بألف كلمه. ايه اللوحات المميزه اللي انت تقدري تقولي احنا السنه دي دي البطل بتاعنا، ده الهيرو اللي احنا بنقدمه؟ هي في شكل مشاركات لوحات، ولا زي ما انت قلتي اشكال مختلفه من الاعمال الفنيه؟ لا، هي اشكال مختلفه الحقيقه. بنقدم كذا حاجه، يعني بنقدم مثلا اعمال فيها اعاده تدوير، يعني دي مثلا معموله بالقماش، القماش بيستعمل ده اعاده تدوير للقماش. اوكي. دي لوحه الفنانه نعمه سنهوري، ودي هي بتعيد فيها القماش بطريقه فنيه جميله. اوكي. في اعمال تانية مثلا يعني مثلا ايه دي بقى؟ احكي لنا. دي انا مش شايفاها كويس، لكن هي بصي بكل لا بس كل دي برضو فيها، دي برضو اعاده تدوير، وفي برضو فيها استعمال القماش والورق والحاجات. عايز اسالك عن حاجه،
المفروض انتوا من ضمن دي عليا الجندي برضو ودي فنانه جميله برضو قماش بتستعمل قماش. عايزه اسالك انتوا المفروض انه هتتكلموا او هتساهموا مع الاطفال رؤيه الاطفال للعالم النظيف بتاعنا المبدع. ده حقيقي احنا بنقول دي مثلا اعمال فنون جميله لان احنا مقدمين طبعا منظمات عالميه من العالم كله، يعني مش بس فنانين محليين، مقدمين فنانين محليين، فنانين عالميين، جاليريات عالميه، مبادرات عالميه، وفي نفس الوقت مقدمين شغل لشباب شباب مصر. احنا بصراحه يعني اخترنا البروجكت ده من فنون جميله والبروجكت ده اشرف عليه دكتور ايهاب الطوخي، فمن في منتهى الجمال ازاي اعاده تدوير كل حاجه. يعني مثلا الزرافه دي من لعب الاطفال اللي احنا بنرميها صغيره، هي صغيره وجميله وجمعوا فيها كل لعب الاطفال اللي احنا بنرميها خلاص متخلص منها وعملوا بيها شكل فني جميل بالظبط، وكل الاعمال بالطريقه دي. في برضو عندنا يوث الاطفال هيشاركوا معاكم؟ عندنا اطفال مشاركين لان احنا دايما احنا مؤمنين ان احنا صوت الطفل، فاحنا عايزين نديهم كده احنا صوتهم، فاحنا عايزين نديهم مساحه ان هم يعبروا عن فنهم. ففي اطفال من 60 دوله مشاركين معانا، اطفال من العالم كله من 60 دوله مشاركين معانا. من مصر في طبعا كذا مدرسه مشاركه معانا. ايه نوع المشاركه؟ يعني احكي لي كده عشان متحمسه جدا. فكره ان طفل يحضر قمه المناخ اعتقد دي حاجه هتبقى في ذاكرته طول عمره. ده حقيقي. يشارك يعمل احنا اصلا عمالين كل شويه نحمسهم. طبعا احنا بنعمل ميتنجز مع الاطفال العالم كلها، يعني في احنا شركاء مع تيكت جلوبال، وده ارت جالري تبع ذا سنتر فور جلوبال اديوكيشن، دي حاجه كنديه. دي حاجه احنا شركاء معاهم، هنديهم مساحه عندنا في ورلد ارت فورم او منتدى الفن الدولي. وبنعمل ميتنجز مع كل فتره كده مع اطفال من 60 دوله. فانا وانا بسمعهم قد ايه بحس ان انا مش يعني مش انا اللي بديهم دعم وبشجعهم، لا هم اللي بيدوني دعم وبيشجعوني. ببقى طالعه من الميتنج حاسه مليانه ايجابيه لان الولاد كلامهم ان هم لا انا قادر اغير العالم. بالظبط. فبيدي لك احساس ان ايه ده يعني يعني انا مثلا بفكر بنفسي وانا صغيره قوي وانا فاكره ان انا هغير العالم وهعمل وهخلي، فبيدوني طاقه ان احنا قادرين نغير العالم. ده حقيقي. بحاجات بسيطه هنقدر نغير، اكيد هنقدر نعمل كده. فمن كتر جمالهم اديهم حاسين انا جاي اغير العالم وانا جلوبال ليدر وانا جاي عشان عندي مسج عايزه اقدمها وعايزه اشارك لان ده المكان اللي انا عايش فيه زي ما الكبار عايشين فيه. فلا احساس طبعا رائع مختلف. والاعمال بتاعتهم كمان جميله وهتتعرض كمان في الموسم. ان شاء الله. بعد الفاصل هنرجع نسال شيرين عن الخطه طويله المدى. احنا المشاركات الكبيره اللي في مؤتمرات كبيره زي دي مهمه طبعا، لكن كمان في خطط لازم المؤسسات الفنيه تبقى بتتبناها عشان تدعم الرؤيه دي. احنا كنا بنتكلم ازاي الفن بيقود الذوق وبيغير حقيقي من طريقه تعامل الناس او فهم الناس لفكره ولقضيه المناخ بشكل عام. بعد الفاصل نكمل مع شيرين بكر. مساءكم خير، لسه بنكمل مع شيرين بدر المدير التنفيذي لمؤسسة الفن التشكيلي من أجل التنمية، واحنا بنتكلم عن دور الفن وتواجد الفن في قمة المناخ. محتاجين نعرف كمان تفاصيل الشراكة دي، يعني المؤسسات الفنية اللي معناها في مصر. احنا دايما نفتكر كده، وانا عارفة انه بنعتذر لكل الفنانين، احنا دايما نفتكر انه الفن حاجة رفاهية. ايه حتمية المشاركة؟ يعني مش عايزة بقى بتفلسف، بس قد ايه مهم انه في وسط الكلام الجاد جدا والقرارات الدولية يبقى فيه الجزء ده من المشاركة الفنية. قولي لي المنظمات الدولية بتتعامل معاكوا ازاي؟ هقول لك بس الاول تعليق بسيط ان الفن مش رفاهية. الفن حوالينا في كل حاجة، يعني اللبس احنا لابسينه ده ديزايند باي ان ارتست، الديكور اللي حوالينا ديزايند باي ان ارتست، المبنى اللي حوالينا برضو معمول اركيتكت اللي عامله او معماري اللي عامله برضو ان ارتست. بالظبط. فاحنا حوالينا في كل حته في فن وفي ارت، فهو مش رفاهيه. بالظبط. بالعكس، اللي هو الفن ده اساس في حياتنا. يعني انت لو شفتي في كل حاجه انت في حياتك حاجات بسيطه جدا هتلاقي هي فن. هي موجوده، فهو مش رفاهيه طبعا. بالعكس، هو اساس حياتنا. المنظمات بتبص لنا طبعا يعني بالعكس ان احنا شركاء في التنميه. ازاي؟ يعني احكي لنا ازاي انا ممكن يبقى عندي اهداف تبان انها معقده
واستعين بمجموعه من الفنانين يساعدوني في ان اهدافي توصل بطريقه اسهل. هو احنا بس مش هدفنا ان احنا بنعرض فن، احنا بنعرض فن طبعا طبعا دي حاجه بنحبها وبنحاول نربط الفن بالتنميه وبنقدم فنانين مصريين بره مصر، عملنا ده كتير جدا يعني بنخرجهم بره مصر، بنقدم الفن المصري بره في العالم كله. بس احنا في نفس التوقيت احنا بنعمل تدريب للشباب، يعني بندرب الشباب على الفن، بندرب الاطفال، بنعمل حاجات من اعاده التدوير، ودي حاجات مهمه جدا. احنا عندنا مشكله في مصر رهيبه ان في بيحرقوا قشر الارز، ده من اكبر المشاكل بتاعه كلايمت تشينج او التغير المناخي، من الحاجات اللي بتاثر بشكل سيء. يعني حتى ورغم ان تاثير مصر في تغير المناخ العالمي قليل، الا انه برضو احنا عندنا جزء، احنا عندنا ملوثات ما عندنا بس احنا بالفن بنغيرها. يعني القش الرز ده احنا بنستعمله، بنعيد تدويره، بيبقى ورق ريسايكل بيبر، بنعمل منه اعمال فنيه، بنعمل منه منتجات، والعالم كله بيتسول العالم كله. يعني كان الفن بيقدم احتياج جديد، يعني طبعا بيتصالح مع البيئه. بيتصالح مع البيئه. انت ممكن تشوفي مثلا حاجه شكلها قبيح جدا، الفن بياخدها بيعيد تدويرها لشكل في منتهى الجمال. فطبعا احنا بنساهم اهو في ان احنا بنحافظ على بيئتنا. انت مثلا ممكن الفن بيقدم لك مسج. ازاي مثلا انت ممكن تشوفي عمل، يعني انا مثلا بدرس، فانا تلاميذي عملوا مره بروجكت سموه العالم ليس سله مهملاتك. الله حلو. ومن ضمن الحاجات اللي فكروا فيها ان هم يعملوا ازاي انت بترمي البلاستيك في البحر، ده بيأثر على الكائنات الموجوده جوه البحر. بالظبط. انا بشوف ومعرفش برضو صححي لي، الاطفال اكتر وعي بقضايا البيئه، يعني اللي متعلمين تعليم كويس عندهم وعي اكتر، وازاي ننقل ده للكبار؟ هو ده حقيقي. بس هو برضو الاطفال انت لازم بتوعيهم، لازم محتاجين تدريب، لازم تقول لهم الطريق الصح ايه. يعني انت مثلا بتقولي للاطفال ان انا ما ينفعش افضل اسيب الحنفيه مفتوحه طول الوقت، لان ده انت كده يعني بتويست الواتر مثلا، او انت كده بتضيع الميه، فانت محتاج ان انت لو غسلت وشك ما تسيبش الميه مفتوحه. طيب ما هو بيبدا يفهم ان ده حاجه غلط ما عملهاش، وبيعبروا عنها فعلا بفنهم. هتلاقي الاعمال دي ان شاء الله تيجي الكوب تلاقيها موجوده، ان انا ازاي ان انا طول ما انا المايه مفتوحه ممكن يحصل جفاف، لان انا ممكن ما الاقيش مايه نضيفه اشربها. وكمان هرجع لكلمتك، انا اقدر اغير العالم باني اغير الجزء الصغير اللي يخصني. ده حقيقي. بشكرك جدا. انا بشكرك جدا. شيرين بدر، المدير التنفيذي لمؤسسه الفن التشكيلي من اجل التنميه، المؤسسه المشاركه في قمه المناخ، في على مستوى مشاركه حقيقي كبير، واحده من المشاركات مع اليو ان، والمشاركه الثانيه مع ايه؟ عندنا كذا مشاركه، عندنا مع ريزيلينس هاب، عندنا مع تيك ات جلوبال، كذا مشاركه عالميه. بشكرك وكل التوفيق، ويا رب نقابلك كده بعد الكاب ان شاء الله، نشوف التقرير عن المنتج. ان شاء الله. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.